أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أحمد محمد مقيم يمني مقيم بالرياض، يقول هل ورد شيء في الموعظة عند القبور؟ فنحن نشاهد البعض ينصح ويوجه، هل ورد شيء في ذلك؟ لم يرد شيء في هذا، والمداومة على الموعظة عند القبور غلط خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مرة واحدة لسبب، وهو أنه وجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه فوعظهم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لسبب وهو عدم انتهاء إعداد القبر. أما إذا كان القبر معدا وشرعوا في دفن الجنازة فإنهم يقتصرون على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقفوا على القبر بعد ما يسوى عليه التراب وينتهي، يقفون عليه ويدعون له بالمغفرة والتثبيت. قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الواجب، هذا هو المشروع والمستحب عند القبر وعند دفن الأموات. أما يجعل القبور دور للوعظ هذا بدعة. إذا كان يريد وعظ الناس بتذكيرهم يذهب إلى المساجد، يذهب إلى تجمعات الناس في المصالح الحكومية في، أما أنه يجي إلى المقابر ويخطب ويعظ هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يداوم عليه ولم يفعله صحابته من بعده. نعم.